ممكن تحط كام نفسك في مشكله بكل امانه. اذا بقول اذا يعني افترضنا ان هو فرض علينا ملعب محمد الخامس طبقا للوائح الاستاد هيتقسم 50-50 طبعا التذاكر بتاعت الجماهير اكيد ملعب محمد الخامس بيسعى لما يقرب بين 60 او 70 الف متفرج. اكيد صعب ان احنا نتكلم بصراحه ان في ترحال يوصل لدرجه 35 الف مشجع من النادي الاهلي يوصل. تراهن؟ نعم تراهن. اراهن على ايه؟ على ان 35 الف لو طلب. مش قصدي انا عايز بس اوصل حته يا كابتن اسلام انت ممكن هنا انا هقول لك انا عايز الايه 50% بتوعي انا عايز حتى لو فاضيه انا عايزه انا هشتريه وانا هصفر 5000 هتلاقي ان الاستاد النهارده يعني في حتت كتيره ويبقى الشكل هنخش بصراحه في مماويل وهنخش في مشاكل اخرى بخلاف فكره الاستاد نفسه وشكلك قدام العالم طبعًا. يعني السؤال هنا هي افريقيا خلاص خلصت من ملاعب عشان نقعد 3 سنين بنرشح ملعبين بس ما هو خلي بالك لو بنفس المنطق اللي انت بتتكلم بيه ده اللي هو جماهيريا والشكل ما انت لو رحت تلعب في السنغال الاهلي بيلعب الوداد او وفاق سطيف بيلعب بترو اتلتيكو نعم خلاص مين اللي هيروح يحضر؟ بس مش هيحصل مشاكل بمعنى ما هو في السنغال الملعب محايد بلاش السنغال أي بلد أي دولة استاد. أخرى أنت خلاص ده مسافر من هنا وده مسافر من هنا صح. وأكيد في أبناء من الدولة نفسها هيحضروا الشكل العام للإستاد هيبقى وحش أن أنت يبقى الإستاد فاضي غالبا ما هو يعني لو جه 5-6 آلاف واحد لو نقول في السنغال لو جه 5-6 آلاف واحد سنغالي يتفرجوا على الماتش ده يبقى كويس ما هي الغلطه من عند الكاف يا كابتن اسلام مش من عندنا ما هو الكاف في الدنيا اتحاد بيحدد ملعب مباراه الفاينل قبل الفاينل احنا الوقت اللي متحدد له من يوم 22 يوم 29 مايو هم ما حددوش يوم يعني بذات عينه هم حددوا فتره من 22 ل 29 مايو وبالكلام مش هيبقى 28 غالبا لا مستحيل طبعا مستحيل عشان الفاينل بتاع اوروبا فبالتالي بالكلام كمان بتاع موتسيبي ربما يختار 22 ليه؟ عشان يسافر هو الراجل عايز يسافر وعايز يحضر الماتش فبالتالي ممكن 24 يعني